طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يعني عندنا موضوع اللي هو السفيريكال ابيريشنز والكروماتيك ابيريشنز. بالنسبه للسفيريكال ابيريشنز او الابيريشنز بصوره عامه قلنا هي اي زيغ عن الاستجماتيك ايميجينج، بس السفيريكال ابيريشن لها اهميه خاصه لانه كتير كانت تكون يعني او بيقابلها المريض بعد عمليات الريفراكتيف سيرجري زي الليزك والبي ار كي وما الى ذلك. السفيريكال ابيريشن سببها انه الاوبتيكال سيستم بيعملش ريفراكشن بنفس القوه لكل الريز. طبعا لو احنا جينا نحكي عن القرنيه كاوبتيكال سيستم، قرنيه العين كاوبتيكال سيستم تعتبر مور ستيب سنترالي، مور ستيب وبريفرالي بتكون ايش مور افلات. هذا بالنسبه للكورنيا في الطبيعي بدون اي تدخل يعني ريفراكتيف سيرجري من قبل الانسان. اذا القرنيه بتكون مور فلات بريفرالي ومور ستيب سنترالي. وهذه القضيه لها حكمه انه لو جينا تصورنا انه القرنيه سفيريكال سيرفيس تماما هنلاقي السنترال ريز البارا اكسيال ريز بيصير لها فوكس مثلا على الريتنا، بينما البريفيرال ريز لانه زاويه سقوطها اكبر تمام حتكون انكسارها اكثر وبالتالي حيصير فوكس امام الريتنا. يعني هذه العين بالنسبه للبريفيرال ريز تعتبر مايوبيك، بالنسبه للبريفيرال ريز تعتبر مايوبيك، وبالنسبه للسنترال ريز تعتبر اميتروبيك. وعشان هيك من حكمه انه القرنيه ربنا عز وجل خلقها سنترالي مور ستيب وبريفيرالي مور فلات، انه الضعف البسيط مور فلات يعني قوتها الانكساريه اقل شويه، فبالتالي بتاخر الفوكس تاعها بدل ما يكون امام الريتنا بيكون البريفيرال ريز على الريتنا وفي نفس الوقت السنترال ريز على الريتنا، فبالتالي ما بصيرش عندي سفيريكال ابيريشن في الوضع العادي. طيب ايش علاقه الريفراكتيف سيرجري في هذه القضيه؟ اذا اول شغله بنقول القرنية العين كأوبتيكال سيستم ملهاش نفس الريفراكتيف باور في كل مناطقها. جنرالي سبيكينج السنترال كورنيا مور ستيب ذان البريفيرال كورنيا، او بعباره اخرى البريفيرال كورنيا از مور فلات ذان ذا سنترال كورنيا عشان ما يحدثش عندي السفيريكال ابيريشن. لو تخيلنا هذا الاشي مش موجود وانه القرنيه عباره عن سفيريكال سيرفيس، بمعنى انه الراديوس اوف كيرفيتشر لكل نقاط القرنيه هو نفس الشيء نفس القوه تمام، وبالتالي حيصير عندي مالتيبل فوكال او مالتيبل فوكاي في للبريفيرال ريز ولا السنترال ريز. يعني السنترال ريز اذا كانت على الريتنا البريفيرال ريز حيكون مور انتيريور فوكس، وبالتالي بالنسبه للبريفيرال ريز العين تعتبر مايوبيك، العين تعتبر ايش مايوبيك لانه قدام الشبكيه. طبعا ممكن انسان يقول طيب مش مشكله لو كانت القرنيه سفير بيور سفير، نقول لا مشكله، وبالذات هذه المشكله بتظهر في المساء. ليش هذه المشكله بتظهر في المساء؟ لانه لو كان في عندي انا الكورنيا سفيريكال سيرفيس تماما في عندي الايريس بتعمل بلوكينج للبريفيرال ريز، يعني البريفيرال ريز الايريس بتعمل لهم بلوكينج، واللي بيدخل العين فقط اللي هو حزمه الاشعه السنترال، وبالتالي ما في مشكله. المشكله بتظهر بالقرب من المساء لما اشعه الشمس تخف والبيوبل يصير دايليتد، وبالتالي بيصير السنترال ري مع البريفيرال ري يعني يوصلوا للشبكيه ويصير عندي مالتيبل فوكاي، وبالتالي بصير عندي بتظهر ظاهره الايش السفيريكال ابيريشن. السبب انه الريجن تاعين الكورنيا كاوبتيكال سيستم مش متكافئه في قوتها الانكساريه تمام. نيجي بنحكي كالاتي، ايش علاقه الريفراكتيف سيرجري، ايش علاقه الريفراكتيف سيرجري في اللي هي قضيه السفيريكال ابيريشن؟ الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي الكورنيا از بروليت، كورنيا از بروليت. في الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي بروليت يعني سنترالي مور ستيب
more steep peripherally more flat. تمام. في عكس هذا الوضع انه يكون عندي oblate cornea. العكس بالضبط، يعني centrally more flat peripherally more steep. يا ترى اي الوضعين حيسبب لي spherical aberration؟ الوضع الثاني. الوضع الثاني حيزيد سوء بالنسبة لموضوع spherical aberration. اما الوضع الاول اللي هو الوضع الطبيعي لما يكون عندي centrally more steep وperipherally more flat، البريفيرال دي حيتاخر الفوكس تاعها ويصير على الريتنا وما فيش عندي سفيريكال ابيريشن. طب هذا الوضع وين انا باصادفه؟ بعد عمليات الريفراكتيف سيرجري بتاعت الميوبيا. بعد عمليات الريفراكتيف سيرجري بتاعت الميوبيا، الميوبيا عندي ستيب كورنيا، تيجي عمليه الريفراكتيف سيرجري تعمل فلاتينينج للسنترال بارت اوف ذا كورنيا، اصبح هنا عندي مور فلات عشان نعالج الميوبيا، وهنا عندي ايش؟ مور ستيب، هذه بيسموها اوبليت كورنيا. تمام. بينما هاي بيسموها بروليت كورنيا، يعني مور ستيب سنترالي ومور فلات بيريفيرالي. تمام. هذه اوبليت كورنيا. طيب ماشي اوكي، نقول هذا المريض اللي عمل ريفراكتيف سيرجري، سواء عمل راديال كيراتوتومي، عمليات التشطيب اللي زمان انتهت الآن، عمليات تشطيب القرنية سموها راديال كيراتوتومي، بيعملوا تشطيبات في القرنية بحيث الانترا اوكيولار بريشر بيدفع الكورنيا لما تصير ثن في المناطق هاي، وبيصير شكلها ايش؟ بيصير شكلها مور، هاي المقطع في التشطيبات هاي، فبتصير القرنية ايش؟ مور فلات سنترالي ومور ستيب بيريفيرالي. راديال كيراتوتومي او بي ار كي اللي هو الليزك السطحي، او الليزك اللي هو بنرفع فلاب وبنعدل تضاريس القرنيه وبنرجع هذا الفلاب. فبغض النظر عن اي نوع من العمليات هاي حيصير عندي انا اوبليت كورنيا. الاوبليت كورنيا في النهار المريض مبسوط على نفسه، ليش؟ لانه البيوبل يعني مايوتيك او البيوبل يعني حجمه صغير نوعا ما، بالتالي البيريفيرال ريز ما فيش خوف منها، والسنترال ري بناء على الوضع الجديد حيصير عندها بدل ما كانت قبل تتثبت على امام الشبكية، الان حيصير الفوكس تاعها على الشبكية والنظر 6x6 ومبسوط من نفسه. مشكلة هذا المريض الميوبيك بيشنت اللي عمل عملية ليزك، تمام، تيجي في المساء، في المساء، في المساء البيوبل ايش بيصير فيه؟ دايلاتيشن، لانه قله الضوء. تمام. وبالتالي بصير البريفيرال ريز تدخل وبيصير الفوكس تاعها ايش؟ امام الشبكيه. طبعا كميه البريفيرال ريز اكثر من كميه السنترال ريز، فبالتالي وكانه الفوكس غالبيته امام، وهذا بسموها نايت مايوبيا. نايت مايوبيا لانها بتصير ايش؟ في بدايه الليل. تمام. نايت مايوبيا يعني بيكون هذا المريض في النهار مبسوط جدا والنظر 6x6، بينما لما الجو يبدأ العتمة تنزل أو المغرب يجي بيصير عندي أنا قضية النايت مايوبيا بسبب السفيريكال أبيريشن، بسبب السفيريكال أبيريشن. اللي بيلعب الدور الرئيسي في موضوع السفيريكال أبيريشن البيوبيلاري دياميتر، كل ما كان البيوبيل أوسع كل ما كانت المشكلة إيش؟ يعني أكبر، كل ما كانت المشكلة أكبر. طبعا للتنويه الآن عمليات الليزك الحديثة، تمام، بتأخذ في الاعتبار قضية المحافظة أو محاولة المحافظة على الشيب الأساسي للقرنية، يعني بمعنى آخر بدنا نعدل الميوبيا ونتخلص من الميوبيا، بس بدنا يضل عندنا إيش اللي هو الشكل، تمام، اللي هو الأسفيريسيتي أوف ذا كورنيا. الأسفيريسيتي بدأ تطلها عندي تقريبا محافظة على البروليت فورم. تمام. وفي يعني برامج وسوفت ويرز لعمل هذه القضية، ان اتخلص من الريفراكتيف ايرور وفي نفس الوقت احاول يكون عندي ما يضلش عندي قضية السفيريكال ابيريشن ويضل شكل القرنية زي الشكل الطبيعي المعتاد عليه، وهذه القضية في الاجهزة الحديثة متوفرة. تمام. طيب الان العلماء حاولوا يدرسوا
يعني قديش مزعجة هذه السفيريكال ابريشن، او هل في علاقة بتربطها بين البيوبيلاري دياميتر و يعني السفيريكال ابريشن؟ فوجدوا نعم انه في علاقة، انه السفيريكال ابريشن تتناسب طرديا مع الاس الرابع الفورث باور للبيوبيلاري دياميتر. نضرب مثال على ذلك، نقول كالآتي: إنسان عنده سفيريكال أبيريشن بعد عملية ليزك مقدارها تقريبا ربع ديوبتر، بعد ما كان عنده مثلا ماينس 5 ولا ماينس 6، ما مش هالقضية، بيقدر يشوف 6 على 6 واموره كويسة، تمام؟ البيوبيلاري دياميتر عنده في النهار 3 مليمتر، وكمية السفيريكال ابريشن والبيوبيلاري دياميتر 3 مليمتر، مقدارها ايش؟ ماينس ربع، تمام؟ الان في الليل عنده البيوبيلاري دياميتر بيصير 6 ملي، يعني كم مرة ضعف البيوبيلاري دياميتر؟ مرتين، كان 3 وصار 6. بنقول الضعف مرتين، السفيريكال ابريشن اتضاعفت من مرتين اس 4، يعني 16 مرة. ايش يعني 16 مرة؟ يعني الربع هذا اللي تضربيه في 16، ايش بصفي عندي؟ 4 ديوبتر ميوبيا، يعني كأنه ما عملش، مزبوط؟ احنا هنا ضربنا المثال لتقريب المفهوم. اذا العلاقة اللي بتربط البيوبيلاري دياميتر في السفيريكال ابريشن، تمام، انه السفيريكال ابريشن تتناسب مع الفورث باور للتشينج في البيوبيلاري دياميتر. ضربنا مثال على ذلك، انه لو كان عندي انا في النهار سفيريكال ابريشن مقدارها ربع ديوبتر، يعني الفوكس تاعها قدام الريتنا، وبدي ماينس ربع، عشان اخليه على الريتنا، تمام. اذا هذه السفيريكال ابريشن قيمة تقريبا بتعطيني ما مقداره ربع ديوبتر اوف مايوبيا، يعني الفوكس تاع البريفيرال ريز مقدم عن الريتنا بمقدار يمكن ارجعه على الريتنا بربع ديوبتر لينس، ماينس لينس. طيب هذا، والبيوبيلاري دياميتر قديش؟ 3 مليمتر. طيب الان صار عندي البيوبيلاري دياميتر الضعف، صار مرتين، قديش بتضاعف السفيريكال ابريشن؟ برضو مرتين؟ لا، مقدار التضاعف في البيوبيلاري دياميتر اس 4، طيب لو كان انا عندي البيوبيلاري دياميتر كان 3 ملي، صار 4 ملي ونص، اذا زاد مره ونص، فبحكي انا مره ونص اس 4، وبطلع عندي كم مره زادت السفيريكال ابريشن، وللاهميه القصوى، انه كثير ناس، يعني انا بالنهايه لما كمريض بدي اعمل عمليه ليزك ما بعملها عشان اشوف في النهار لحالي، يعني بدي بالنهار وبالليل، يعني من حد ما استيقظ لغايه ما انام انه يكون الفيجن عندي كويس ومقبول ومرضي، تمام. اما ما بدي انا في النهار اكون 6 على 6، ولما افحص في الليل، او في الليل انسان على بعد كذا متر مني مثلا 4 5 متر مش شايفه، او مش شايف تفاصيل وجهه، فبالتالي هذا شيء كمثال، هذا شيء مزعج جدا، انه في الليل بترجع المشكله كما كانت الان في بعض الحلول، انه ممكن انا استخدم قطره تعمل ميوزز او تضيق البؤبؤ زي قطره البايلوكربين، بس هل هذا حل اني اضل استخدمها طول حياتي؟ هذه لا، مش حل. وفي قضيه ثانيه في البايلوكربين اللي هو بيعمل على تضيق البؤبؤ، البايلوكربين لازم يستخدم بحذر شديد جدا عند المرضى اللي اصلا مايوبيك كانوا، او المايوبيك اللي لسه ما عملوش. ليش؟ لانه ممكن من اثاره الجانبيه في بعض الحالات يعمل ريتينال ديتاشمنت، انفصال في الشبكيه، تمام، او يعمل يعني مزع او تير في البريفيرال ريتنا، فبالتالي ضروري للانتباه له. لكن من فضل الله انه الاجهزه الحديثه الان تاخذ في اعتبارها انه انا ما بتعامل مع قرنيه المريض انه بدي اعمل ليزك وخلص، لا، بدي اعمل ليزك وبدي احافظ على الشيب اوف ذا كورنيا، وفي سوفت ويرز وبرامج تحسب هذه القضيه طبعا، وفي علم يعني للمحافظه على الاسفيريسيتي بتاعت الكورنيا، انه نخليها بروليت وما تتحولش لايش؟ لأوبليت كورنيا،
وبالتالي بيتم التخلص من هذه القضية. إذن هذا بالنسبة للسفيريكال أبيريشن واللي هي بتسبب لي النايت مايوبيا عند الناس اللي عندهم سفيريكال أبيريشن. الآن نجي للكروماتيك أبيريشن. طبعا النايت مايوبيا قبل ما نحكي عن الكروماتيك أبيريشن نقول النايت مايوبيا هي يعني المريض بيجي بيوصف انه الفيجن عنده فلوكشويتنج بمعنى متردد، يعني انا في النهار كويس في الليل سيء، ثاني يوم النهار كويس، ثالث يوم وفي الليل، يعني بتردد عندي القضية بتاعت اللي هي الفيجن فلوكشويتنج فيجن. طيب نيجي للكروماتيك أبيريشن. الأبيريشن نتيجة اختلاف الفوكس، هذه السفيريكال أبيريشن. الآن معروف انه الوايت لايت بتكون من الوان الطيف او من اللي هو السبيكترم تاع الطيف. طبعا معروف انه كل ما كانت طول الموجة اقصر كل ما كان الريفراكتيف اندكس للميديم اعلى، بمعنى اخر الكورنيا والاكويس هذه ميديم والاكويس ميديم والكريستالين لينز ميديم والفيترياس ميديم وهي الريتنا اللي هي ورقة الاستقبال في علم الجيومتريك اوبتكس. تمام. الان البلو لايت واليالو لايت والريد لايت، طبعا البلو اللي هو شورت ويف لينكس واليالو اللي هو الانترميديت ويف لينكس والريد اللي هو اللونج ويف لينكس اللي هو ممثلين عن اللي هو الثلاث انواع من الويف لينكس اوف فيزيبل لايت. الان القرنية لها ريفراكتيف اندكس للبلو لايت ولليالو وللاورنج وللريد ولا الى اخره. تمام. اعلى شيء ريفراكتيف اندكس حيكون للبلو في كل الاوساط هاي، وادنى شيء حيكون للريد. بمعنى ايه؟ بمعنى اخر لو تصورنا انه اليالو لايت الفوكس تاعه جاي على الريتنا، البلو لايت حيكون امام الريتنا، الريفراكتيف اندكس اعلى فبالتالي الانكسار اكثر. تمام. والريد حيكون، يعني اذا هنا عندنا بلو وهنا عندنا يلو وهنا عندنا ايش؟ ريد. هذه تسمى الكروماتيك ابيريشن. الكروماتيك ابيريشن بتنتج عن الديسبيرشن تاع الاطياف المختلفه، والديسبيرشن بسبب انه الريفراكتيف اندايسز للاطوال الموجيه المختلفه مختلف. يعني ممكن اعتبار نفس العين اميتروب بالنسبه لليلو لايت، تمام، وميوب بالنسبه للبلو لايت، وهايبر متروب بالنسبه ل الريد لايت. احيانا الانسان بلاحظش الديفرنس، بس بعض الناس بتلاحظ الديفرنس، وبعض الناس اللي بنعطيها كوركشن جلاسز او كونتاكت لينزز، تمام، وبصير عندي ميديا اكتر، تمام، الديسبيرشن بصير اكتر، وبالتالي بصير الفرق بين الاطياف الموجية المختلفة اعظم، وبالتالي بصير عندي انا مشكلة في انه بشوف هالات لونية حول المصادر اللي بتطلع عليها او الاوبجيكتس اللي بتطلع عليها، وبالتالي هذا يسمى ايش؟ كروماتيك ابيريشن. حاولوا يقيسوا الفرق في الطبيعي بين الريد فوكس والبلو فوكس، تمام، فوجدوا انه الريد فوكس والبلو فوكس تقريبا نص ديوبتر عشان انجل فوكس للثاني. يعني انا بدي استعمل بلس نص للريد عشان يجي هنا، او بدي استعمل ماينس نص للبلو عشان يجي هنا، او بدي استعمل بلس ربع للريد عشان يجي على الشبكية واشوفه واضح، وماينس ربع للبلو عشان يجي على الشبكية واشوفه واضح لعين يعني اللي هو under examination. فبالتالي الفرق او الديفرنس نص ديوبتر، تمام، فبالتالي في عندي انا هذا يسمى ايش؟ بالكروماتيك ابيريشن. بعض الناس بالنسبة له الكروماتيك ابيريشن مش كتير مزعجة، بس ناس تانية بتصير عندي انا في مشكلة في الاوبتيكال سيستم اللي بوصف له اياه، لانه هيسبب له معاناه انه يعني في عنده هالات لونيه حوالين مصادر الضوء والاوبجكتس اللي بتطلع عليها. ما الحل في هذه القضيه؟ لما حكينا عن السفيريكال ابيريشن وجدوا حل انه نظام خاص لعمليات الريفراكتيف سيرجري بتحافظ على الشكل تاع الكورنيا. هنا وجدوا حلول لبعض الاجهزه المتقدمه زي الميكروسكوبات، تمام، الجراحية وما شابه، تمام، بعض الأجهزة البصرية المتقدمة بتعمل يعني color compensation أو يعني بتعمل تقليل من الكروماتيك أبيريشن. طيب
في بعض الأشياء الكتيرة الدارجة في حياتنا زي النظارات والعدسات اللاصقة والعدسات اللي تزرع داخل العين اللي هي زي الانترا اوكولر لينزز، ما قدروا يلاقوا حل نهائي لكل هذا. ما نزل بدي أحل مشاكل كل الأطياف الموجية. بمعنى آخر الفوكس بيكون للأول سبيكترام واحد تمام. يعني بديش أحل مثلا البلو يضل عندي الريد، أو أحل الريد ويضل عندي البلو وما بينهم، كله بدي يكون فوكس في نفس المكان. طب أنا كيف بدي أتحكم في القضية إذا كان الريفراكتيف إندكس للأطوال الموجية المختلفة مختلف؟ تمام. ف يعني اخترعوا او اوجدوا، طالما مش قادر احل المشكلة بشكل جذري في هذه المسائل اللي قضية العدسات والعدسات اللاصقة، عدسات النظارات والعدسات اللاصقة والاي او ال اللي انترا اوكولر لينزز، اقل ما فيها انا بخلص المريض من الاشياء الاكثر ازعاجا فصاروا يعملوا تينتينج او يضيفوا كروموفور صبغة معينة اللي تمتص او يعني تزيل احدى اللي هو الاطياف اللي انا ما بديش اياها، يعني زي مثلا الاي او ال اللي بتنزرع في حالة الكاتاركت، تمام، ممكن يكون فيها يوفي فلتر، هذا عشان قضية الضرر، تمام، يوفي فلتر وبلو بلوكينج فلتر، من اسمه بلو بلوكينج يعني انا بتخلص من الشورت ويف لينكس، تمام، وبالتالي بيضل عندي الأطياف الثانية. يعني تمام، بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، وبالتالي بيصير عندي أنا الوضع أفضل. تمام، فاستخدموا قضية أنه يكون في فلترز معينة أو تنتينج معين بحيث أنه يخلصني من اللي هو الكروماتيك أبيريشن الأكثر إزعاجا طبعا هذا حيكون على حساب أنه الأطياف اللي داخل عبر الأوبتيكال سيستم هذا المضاف له الصبغة او اللي فيه تينتينج بده يكون على حساب يعني كمية الاضاءة والبرايتنس هتكون 100% اقل من لو كان مش موجود، اقل لو من ما كانش ايش موجود، وهيك يعني بيخففوا من قضية ايش الكروماتيك ابيريشن. يعطيكم العافية.